ينظم من دوا صحفية لتسليط الضوء على النزاع الاجتماعي بالشركة ديال المطاحين الجديدة اللي ابتدأ منذ 15/2015 بعد طرد 4 ديال العمال أعضاء المكتب النقابي ومنضمون تحت لواء الاتحاد الإقليمي على خلفية مطالبتهم بتصحيح الوضعية ديالهم المهنية والحقوقية، وكذلك على خلفية رفضهم تحويل اسم الشركة القديمة لشركة جديدة، يعني من شركة ديال المطاحين الجديدة إلى شركة بيكاسيوس ترانسبور اللي النشاط ديالها مخالف للنشاط الأول. هاد العمال ديال المطاحين الجديدة لا يتمتعون بأي حق من الحقوق اللي كيكفلها قانون الشغل، ما عندهمش ورقة الأداء، ما كياخدوش الحد الأدنى للأجور، كيخدموا أكثر من 8 ديال الساعات يوميا ولا يتقاضون التعويض عن الساعات الإضافية، ما كيخدموا الأعياد الدينية والوطنية ولا يتقاضون مقابل المكفول قانونيا، يا كيخدموا حتى العطلة الأسبوعية، كذلك ما عندهمش المنحة الأقدمية، ما كياخدوش العطلة الوطنية السنوية المؤدة عنها، كيتحرموا من واحد المنحة سنوية اللي كتعطى للعمال الآخرين غير منقبين، كذلك كاين انتهاكات عديدة على مستوى الصحة والسلامة داخل هذه المقاولة، كاين المحاربة للعمل النقبي من طرف المشغل. هذا الملف يعني بعد عرضه على المديرية الإقليمية للتشغيل بتازة تم عقد جوج ديال الاجتماعات ديال اللجنة ديال الصلح التمهيدي، ولكن غاب فيها المشغل، مما تم رفع الملف الى اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه اللي كتراسها عميل الاقليم، لكن لم تجتمع هذه اللجنه بعد ما تمت مراسلته لاكثر من 20 يوم. اذا احنا كاتحاد اقليمي كنأزروا وكنحتضنوا هذه المعركه اللي خايدينها 4 العمال دابا مطرودين، خايدين معركه ديال اعتصام امام مفتوح امام المطحنه، بالاضافه ان العمال اللي مشتغلين لداخل لا زالوا يتعرضون للمضايقات اليوميه والتعسفات والخصم الاجور ديالهم وعدم يعني الاحترام ديالهم والضرب ديال الكرامه ديالهم من طرف بعض المسؤولين داخل الشركه، والمطالبه ديالهم بالانسحاب من النقابه. اذا في هذه الاجواء هذه احنا كنطالبوا اولا، المطلب الاول وهو ارجاع المطرودين الى عملهم، ثانيا تصحيح الوضعيه القانونية للشركة اللي خدامين فيها، يعني أنهم إرجعهم للشركة الأصلية اللي هي مطاحين الجديدة بدل هذه الشركة هذه. والمطلب الثالث وهو تطبيق قانون الشغل كما هو داخل المقاولة دون تمييز بين العمال على أي أساس، من لا أساس نقابي ولا سياسي ولا ديني ولا عقدي ولا مهني إلى غير ذلك. إذن نسجل كذلك أن المندوبية الإقليمية للتشغيل ما كديرش الخدمة ديالها، لا تقوم بزيارات لمراقبة الأوضاع ديال العمال داخل الشركة، ولمراقبة كذلك مدى تطبيق المشغل القانون داخل الشركة. كذلك نسجل تماطل ديال السلطة الإقليمية في عقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، كما نسجل كذلك عدم تعاطيها الإيجابي مع يعني المطالب ديال هاد العمال اللي معتصمين، ولا العمال اللي كذلك خدامين واللي كيتعرضوا للانتهاكات. اذا نفضل هاد الاجواء لابد ان نؤكد على ان المعركه ديال المطاحين الجديده بعد الوقفه ديال 4/11/2015 امام المديريه الاقليميه للتشغيل بتازا، سنخوض معركه يعني وقفه احتجاجيه يوم الاحد 15/11/2015 امام باب عماله اقليم تازا على الساعه 11 صباحا، ومن بعدها غادي ناخذوا مسيره احتجاجيه من المطاحين الجديده نحو العماله. اذا ونحمل المسؤوليه الكامله للسلطه الاقليميه وللمديريه الاقليميه للتشغيل وللمشغل باعتبارهم المسؤولون عن تشريد هؤلاء العمال وعن انتهاك الحقوق ديالهم داخل هذه المقاوله. وشكرا.